الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: أنا من أهل جدة وآتي إلى مكة كل يوم خميس واثنين، هل علي طواف وداع إذا أديت فريضة الحج؟ الحج نعم، إذا حج وآت من أي مكان من جدة أو من غيرها إلى حج فلا يخرج من مكة إلى أهله حتى يطوف للوداع 7 أشواط.